الذي يسوق المتهمين الى عدالتهم بعد ان تبددت احلامهم وتبددت احوالهم من القوه والضعف ومن العزه الى الذل ومن الخطوه الى الهوايه والانتصار. فما الذي بدل الاحوال؟ بدلها سعي محموم للحرام، فساد وطغيان، رشوه كانت هي العنوان. فقضيه اليوم بطلها من الله عليه احسانا فترى بها نورا وعدوانا. فملكت نفسه شهوه الانتشار فامعن فيها انعام، زال بصره وعميت بصيرته فاقام لسوء بنيان، استحل الحرام ولم يكن فقيرا، كان الامانه واتبع غيره، طلب واخذ الرشوه عصيه، حقيق عقابه وما كان ربك نسيه. نعني بذلك المتهم الاول محمد عبد المجيد محمد حسين الاشهر، موظف باحدى شركات التامين، انعم الله عليه بمكانه اجتماعيه، فزوجته شغلت في مجال عملها اعلى المناصب الجديده، وزيره للصحه والسكان، كلفت بمهام النساء ومسؤوليات الازهار، لها على الوزاره وجميع اداراتها كل النفوذ والسلطان، فابى ان يصون امانه المنصب وسلك طريق الحرب. أدر فيه بأكثر الأثمان، استغل النفوذ على مسؤول ديوان، ديوان وزارة الصحة والسكان. عاد في الأرض فساد، اتخذ من سلطان زوجته وقودا للإثم وزاد. آمن العقاب والحساب، ولكن الله كان له بالمصداق، فصفناه إلى عدالته من بدله بالأسر. ما كان هذا القاضع وراءه قضاة لا تقف على المقام لولا ان صادت له الايام الفاسدين اخرى. المتهم الثاني السيد عطيه ابراهيم الخميني والثالث حسام الدين عبد الله. اولهما طبيب انعم الله عليه بالخيرات، مالك للعديد من المستشفيات، وثالثهما ضابط صادق له كثير من العلاقات، اجتمعوا على الاسم والاسلام. وهذا الرابع المتهم محمد احمد محمد بحير، طبيب حمل الامانه فاختار طريق التزوير والخيانه. اليوم نختصمه، نستحضر سوء صنيعه، نقص على حضراتكم ما كان من عيب. فلا عاصم له من سيف عدالته ولا عبد لك عدل ساحه. سيدي الرئيس حضراتكم سادتكم قضاه الاهلاء، فاتسمحوا لي ان اسال واقعي اعطاكم تعبانه. واقعكم موضوعها استعمال المتهم الاول نفوذا من حصول السلطه العامه على قرارات ومزاد، وذلك بعدم تنفيذ القرار الصادر من اداره التفتيش على المؤسسات العلاجيه غير الحكوميه اداره العلاج الكل الصادر بغلق مستشفى دار الصحه، واصدار قرار بتشكيل لجنه من ذات الاداره لاعاده معاينه المستشفى واعداد تقرير يتضمن عدم وجود ملاحظات فنيه لها تمهيدا لاصدار التراخيص اللازمه للتشكيل. ضمت الوقائع المتهمين من الاول حتى الثالث، كما ضمت المبرر الشاهد الاول صلاح محمد قاسم حق مالك مستشفى دار الصحه، وشريكه الشاهد الثاني احمد محمد صلاح الدين البدر، وكذلك الشاهد الثالث محمد احمد امين مصطفى حافظ الوصف بين المبرر والمتهم الثاني.